Hello everybody, today I am at Travelersville at Sambaloc Tanay on the mountain. Fruits everywhere you found on the ground, on the trees, there is fruits everywhere. Hello Aling Aling. How are you? Mabuti? Mabuti lang. So this one, look how huge, because it go bad, it got rotten. What's inside it? So sticky. Ayan. Smell like tree. Does it smell good? Smell. Mm-hmm. Okay, record Aling Aling. Pwede ba mahinog na yan? Hindi, not good. Hindi, nabulok na eh. So big. Yeah, rotten. Mm. I just want to see what's inside it. That's a big sura. Kaya nga, hinog na hindi. Ayan ito. Ayan o. Kaya nga eh. Not even ripe yet. Oh. Put it up. Hey, what's up? How are you? He said, be careful your feet. Yon, finally. Ito. Nene, hindi pa siya hinog, pero bulok na. Not good? No. Wala. And it's dry inside. هذه مو زينة، هاي معصية وصاير بيها فد مصابة بمرض، فهذا المرض يعني مدمرها، فلهذا أنا جاي أدوس عليها لأنه ما حد راح يستخدمها. هاي سكينة مو حادة أبد وهاي. It's making us see how much glue or whatever is this. Sap. Sap. Tree sap. I know. For the master. I want it. طبيعي على الفواكه الطبيعية يعني ما يأكلون أكل فلهذا تشوفونها بعدها بحيلها. هذه المرأة عمرها 89 سنة 90 سنة وفضاعة يعني اجت من اسفل الجبل اللي هنا انا وياي على مود ناخذ هذه الفاكهة. شو جت بقرة اكثر؟ اليوم بقرة؟ ما انا تو ما لبست قهوة. Said the wood is soft. Well, let me, I will soft. Try down. I will make it sharp. Ito. He said, careful your fingers. It's okay. I have 10. So one will cut, okay. He said, enough. Okay. He said, you've done enough. Good. Mabuti? Tama ba daw? Mabuti? How about like this? هذه الخطوة ليش؟ على مود نقطع الصمغ من التدفق، لأن هاي راح تبقى الذب صمغ وهذا صمغ إذا يلوح الملابس ما يطيح أبد ويصير أسود بعدين ويدمر الملابس. فلهذا لنجوا هي أرابو أرابيك. شوف الصمغ، هذا مثل الصمغ، هذا يعني هو مو صمغ يعني نفس الصمغ ولكن مادة كلش مرة وتلزق بكل شيء. ف دقتا
دقتة يسمونها بالفلبيني دقتة. وهاي بسلامتكم. نعم من أرض الفلبين موسى أحييكم. You can carry it now. Continue. Okay. الآن راح نقدر نشيلها من هاي بعد. This is water collected from the ring. Yes. Hey. Hi. Hopefully he don't attack me. He looks so pretty. هذه هنا يعني الفاكهات بحجم الديناصورات. فهنا الغيوم هنا قريبة ليش؟ لأنه هذا المكان جبل، البرودة هنا يعني أعلى من مانيلا وأعلى من مكاتي، ولكن هنا رطوبة كذلك، فبرودة ورطوبة في نفس الوقت. أماكن جميلة جدا. هاي هنا هذا هاي منطقة كلها يعني شبه ليش؟ لأنه بعيدة على الجبال. اسمها كناي سمبالق. تحياتي. ما أوصفكم الرائحة، كلها خضار، رائحة عشب يعني فد مملوءة بالأكسجين، برائحة الأرض، برائحة النباتات، برائحة الفواكه. Say hello to the camera. Come on, star. Hi. طبعا من هنا اكو شارع يودي للشارع العام، ولكن اكو شخص مكمبر على الشارع فما نقدر نعبر الا لازم ناخذ لوفه. فهنا هذا اكو مكان اختصار، خليه طبقت السياره طبعا هناك. هسه راح اشوفكم هذا الطريق اختصار. هلا لينارين. هلا. طبعا اكو شلال فوق بالشمال فيجي هذا المي من الشلال. تفضل شوف الشلال هذا، هذا المي يجي كله من الشلال بالشمال. In the above the three lands there is a waterfall. طبعا رائحة ما اقدر اوصفها لكم، يعني نظيفة، نباتات على مي على خضار. هذا الدجاج هنا، هذا الشارع العام طبعا قريبة انقطعت هذيك السيارة. هاي محلات. There is a shops very nearby. This is the car. Look at the sea. We're moving 40 kilometers per hour. Speed going downhill. خلنا نشوف. هذا اكو محل على الطريق طبعا، هنا هاي سيارة مو محل وانما كشكات. مليون رقي. هلا با. How much water melon? $1.60. اوكي. هذا الوحدة بدولار، هذا اني كبار اعتقد لان بدولارين. هذا اناناس، هاي رقية كاتلها الضيم. اوكي how about get five of them. ملاكي سويت ها، the best. اخذ خمسة ليش؟
لانه بالمدينه هناك اكو محلات يمي. محلات اليمي هناك بالمدينه الوحده هاي الرقيه ب$10 واصغر من هاي. بس لانه اساني خارج المدينه بعيد على الجبل. اوكي جو. اكيد حلو حلو يا حلو. في الورود هنا أنا مثل الربيع هسه موردات الشجر مورد. شوفه الأشجار موردة. Yeah. Let's go. Go go yeah go 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 go. رجي بالفلبين حتى رجيهم معضروط إيش كل وده هقدوته شنو رجي هكبر أقول wait long one. Payad, payad, wait long. Money, money, money. هاي الطبعة الجديدة طبعاً بقولها هاي $20 تقريباً 1000 بيسو. هذا دولار 50 بيسو هذا وجهه أعمق هذا 100 بيسو هذا دولارين تقريباً وهاي 200 بيسو هاي $4 هاي وهاي $20 هاي أكبر عملة موجودة بالفلبين. Thank you, thank you. Bye bye, see you in the heaven. Love you. Keep right. Keep right. You lose your grip. You a nice shot. You ditch.
No smoking in the gasoline.